لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من امام جمال بالعمل حطها يا دولور، حطها يا عمدي في الجول، حطها في الجول يا اما يا 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 يوقف انفاسنا مش انفاسهم. كاد عمدي ابدا طبعا الوقتين قبل يكون حاضر الكابتن سيفي، انت سددت كانت ترجيح كثيره وضيعت ايضا مباراة يعني مقبولة وأداء جيد حتى في ضربة الجزاء مباراة النصف النهائي. أيضا الاختيار الآن سيدي وأيضا الحارس رايس التي ستكون فاصلة. فقط نذكر بأن الجزائر سابق لها رامي بن سبعيني أول من يتولى تنفيذ أول ركنة لصالح المنتخب. رامي ويا دخلت رامي ودخلت. خوفوني اليساريين يعني اللي يلعبوا بالرجل اليسرى يخوفوني طبعا ما عدا ميسي. أول رمية أول هدف لصالح المنتخب الجزائري هو الذي سيتولى تنفيذ الرمية الأولى لمنتخب كوت ديفوار. الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله وحطها في الجول بتنضربوا بعين رامي بن سبعيني وفرانك كيسي. يتقدم إسلام وحطها في الجول بروعة حتى الخامس يقل أهلنا. هكذا هو السيناريو إن شاء الله. كورني يتولى تنفيذ هو اللي خايف كورني حطها في الجول. بعد الترجيح اصبر شوية يا رايس. كورني حطها في تنفيذ ركلة الجزاء الثالثة. قوة كتلة إرادة كتلة عزيمة كتلة إصرار كتلة جزائرية بقوة حطها على يسار. ننتظرنا تضييع بوني ضيعها بوني ضيعها جزاء بوني يا جمال بل الذي أنقذها. أي 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 3-2 يا بغداد 3-2 يا بغداد. ناس وجول هادم والناس حطها في الجول. الجول الرابع يا ابو نجاح ابكي يا بني ابكي رادال وحطها في الجول. هل هو اسماعيل بن ناصر يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي كرة القدم وهذه هي ضربات الترجيح. معليش يا يوسف معليش التعاد. يوكو خايف بقى يوكو خايف بقى يوكو وضيع عودة الناس.